السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي النهاردة يا ولاد في سير وشخصيات. هناخد فيها ايه؟ هناخد فيها الدرس الاول نزول الوحي، والدرس الثاني سورة العلق، والدرس الثالث السيدة خديجة تطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم، والدرس الرابع قصة صلة الرحم. هناخد السلايد اللي بعديه اللي هو ايه يا ولاد؟ الدرس الاول نزول الوحي. بيتكلم عن ايه بقى نزول الوحي يا ولاد؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما التفكير في الكون، كان على طول يا ولاد بيفكر في الكون والحاجات اللي حواليه. فكان بيذهب الى غار حراء، كان بيروح غار حراء وكان ياخذ معه طعامه وشرابه ويظل وقتا طويلا ويتامل العالم ويتفكر في من خلق ايه هذا الكون. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيروح الغار ده يا ولاد وبياخد معاه الطعام والشراب بتاعه وبيقعد فيه وقت طويل جدا، وكان بيتأمل العالم، كان بيبص ايه مين اللي خلق الكون ده كله، مين اللي خلق الشمس، مين اللي خلق القمر. كان بيقعد يتأمل في الايه، في العالم، في الايه، في الغار ده، لحد لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم 40 عام. كان عنده 40 سنة، وفي يوم من ايام شهر رمضان ايه اللي حصل بقى يا ولاد؟ كان هو ايه في الغار، انزل الله تعالى عليه الملك جبريل، نزل عليه سيدنا ايه جبريل عليه السلام، فقال له ايه اقرأ. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة والكتابة، فأجابه إيه؟ ما أنا بقارئ. فجبريل رجع تاني قال له إيه؟ اقرأ. رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما أنا بقارئ. رجع للمرة الثالثة جبريل، سيدنا جبريل قال له اقرأ. رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. فكده يا أولاد سيدنا جبريل عليه السلام كرر 3 مرات على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحمد يرد في كل مرة ما أنا إيه؟ بقارئ. وجي بقى في المرة الأخيرة قال له جبريل عليه السلام، هنبتدي بقى السلايد اللي بعديه يا ولاد، اللي هي قال له إيه؟ سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان إيه؟ ما لم يعلم. يعني إيه بقى يا ولاد السورة دي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني هنا ربنا بيأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان هو وهو بيقرأ القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من علق، يعني ايه العلق يا ولاد؟ يعني ربنا خلقنا من ايه؟ العلق دي اللي هي عبارة عن قطعة دم في رحم الأم، يعني ربنا خلقنا ايه؟ من قطعة دم. اقرأ وربك الأكرم، ربنا بيكرر تاني على سيدنا محمد ان هو قبل ما ايه؟ اللي هو ايه؟ يأكد على أهمية القراءة واللي هو يقرأ. وربك الأكرم يعني ربنا يا ولاد ان هو ربنا كريم ايه؟ كريم جدا. الذي علم بالقلم، يعني ايه يا ولاد؟ يعني ربنا علمنا ان احنا ايه؟ نكتب ايه؟ بالقلم. وعلم الانسان ما لم يعلم، يعني ربنا سبحانه وتعالى علمنا حاجات كتير جدا. هناخد السلايد اللي بعديه يا ولاد اللي هو ايه؟ الاسئله. اختر مما بين القوسين. اول سؤال، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيفكر في خلق هذا الكون في غار ايه؟ في غار احد ولا حراء ولا ثور؟ طبعا يا اولاد في غار ايه؟ حراء. تاني سؤال، عندما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمره 20 ولا 30 ولا 40 سنة؟ كان عمره كام يا اولاد؟ 40 سنة. تالت سؤال، انزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ايه؟ شعبان ولا شوال ولا رمضان؟ لا يا اولاد، الوحي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ايه؟ رمضان. وكده ايه؟ خلصنا ايه؟ الدرس الاول.